السلام عليكم. دلوقتي هنشوف دالة مهمة جدا، ألا وهي في لوك اب. في اللي هي فيرتيكال لوك اب، يعني بدور على حاجة، عندي معلومات معينة مثلا أسامي أشخاص، وعايز أجيب التليفونات، وعندي جدول التليفونات فيه مثلا 1000 شخص، فلو قعدت أدور عليهم واحد واحد هياخد وقت. فأنا هاجي هنا وأقول له أنا عايز الفي لوك اب. ممكن تيجي تعمل سيرش هنا على الدالة اللي أنت عايزها، في ال او او كي يو بي، وأقول له جو. بعد كده بقول له القيمة اللي أنا عايزها، تمام، دي مثلا، وهنا الأري عايز أديله الجدول، ممكن يكون في نفس الشيت أو في شيت تاني أهوت، تمام. أنا عايز التليفونات اللي هي أنا عمود، العمود الأول التاني التالت، يبقى هاجي هنا أقول له أنا عايز العمود التالت. وبعد كده عندي رينج لوك أب، عندي رينج لوك أب فيها قيمتين، يا إما زيرو يا إما واحد. الزيرو يبقى انا مش عايز تقريب، نفس القيمه بنفس الحاجات. الواحد يبقى ممكن لو رقم قريب منه يجيبه معايا، فاقول له هنا زيرو لان ده رقم تليفونات، واقول له اوكي، فجاب لي رقم تليفون علي، ده الرقم بتاعه. لو جينا نبص كده، اه ده نفس الرقم، تمام. طيب لو انا سحبت كده ونزلت هيبدا يجيب لي الرقم. طب عمر المفروض الرقم بتاعه ده اللي هو 321، فلا فعلا اللي هو 321. انا هو مش بياخد الارقام بالشكل اللي هو ايه ورا بعض، لا ده بيبدا يدور اوتوماتيك لحد ما يلاقي الحاجه اللي احنا عايزينها. فدي هتوفر عليه وقت كتير قوي، لان ممكن تكون في قيم كتيره، فهو يبدا يدور في القيم ويجيب لي الارقام ديت.